صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وفقره جديده من فقره الرياضه. انا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم، واليوم حيشاركونا ساره وسعد. بتمنى الكل بالبيت كمان يشاركنا، لانه اليوم رح نعمل تمارين لعضلات جدا مهمه، كل العضلات المربوطه بالعمود الفقري والعضلات المركزيه اللي بتمر من مفصل الحوض. هلا رح يبلش احمائنا اليوم بهدول العضلات. فاول شيء بدنا يعني ناخذ نفس كبير لجوا، نسكر إجرينا على بعض، نفتح مسافة بين إجرينا شوي على فتحة كتافنا، وبدنا ناخذ الكعب نرفعه لفوق. رح نلف من اليمين للشمال، حاولوا ترفعوا لي إيديكم على نفس مستوى كتافكم. هلا زي ما أنتم شايفين عم نعمل دوران من الخصر. أهم شيء ما تنسوا ترفعوا الكعب عن الأرض. هلا نفس الحركة شوي شوي بدي أنا نرفع ركبة لعند الكوع، شوي شوي نخلي الركبة تلمس الكوع. بدي إياكم تحاولوا تاخذوا نظركم للخلف ورا كتفكم. هلا نفس هاي الحركة رح نحاول نخليها أكبر. جود، ناخذ إيدينا فوق راسنا، ومن هون بدنا نلمس أصابع إيدينا اليمين للشمال والشمال لليمين. كمان 8 من هدول، آخر 4 هون، 4 3 2. هلا نفس الإشي مع إجر مبنية، شوي شوي لفوق، نبلش بالحركات بطيئة، ناخذ إيدينا ورا راسنا. هلا بدي اياكم تحاولوا تقربوا على ركبتكم بكوعكم، حاولوا ترفعوا الركبه لنفس مستوى الحوض. واخر 4 هون، 3 2، واخر وحده نرجع نعمل دوران بالخصر من اليمين للشمال. هلا هاي المره حاولوا تكبروا الحركه اكثر واكثر. إذا حسيتوا ممكن تتضايقوا تاخذوا نظركم لورا، خلي نظركم لقدام. رح نرجع نرفع ركبة لفوق وحدة وحدة. نفس الحركة بس أكبر، نطلع ورانا كمان مرة. آخر 8 هون، كل ما بترفع الركبة لفوق بنطلع نفس لبرا. ممتاز. هلا بدي اياكم تفتحوا اجريكم على فتحة الحوض، نريح الكتاف، نحط ايدينا ورا راسنا، رح ننزل بظهر مستقيم، نزل ظهرنا لتحت موازي للارض، ريحوا كتافكم بعدوهم عند عينيكم، شوي شوي نطلع لقدام ونرجع نطلع لفوق. حاولوا تقربوا صدركم من الارض قد ما بتقدروا. هلا بهاي الحركة بدي اياكم تديروا بالكم ما تثنوا ركبكم، رح تحسوا في شد بالعضلات الخلفية للإجنين، هذا إشي طبيعي. هنعمل كمان 2 هون، نفس الحركة رح نضيف عليها دوران، رح ننزل لتحت شوي شوي، نطلع لليمين، نرجع للنص ونطلع لفوق، بعدين حنبدل على الجهة الثانية. كمان مرة نفس الحركة، ننزل لتحت، حاولوا ترفعوا صدركم لعند السقف ونرجع نطلع لفوق. ورجوني كمان مرة، خلوا الركب شوي متنين، وأهم شي المعدة مشدودة لجوا مشان نحمي الظهر. رح نعمل نفس الحركة بس أسرع، ننزل لتحت
ونطلع لفوق. كل مرة بنبدل الجهة، مدى يمين مدى شمال. ايدينا ثابتين ورا راسنا. واخر اربعة هون. ثلاثة. كمان اثنين. واخر واحدة. ممتاز، نريح ايدينا. هلا في عندكم خيارات، ممكن تاخذوا الخيار السهل بتضلكم مع ساره بدون وزن. اذا عندكم اي شكل من اشكال الوزن بالبيت استعملوهم، لانه هلا رح ندخل على العضلات المركزيه اللي موجوده عند منطقه المعده. هلا من هون اياكم تاخذوا اصابع اجريكم بس شوي ندفع لليمين، والايد الثانيه رح ترتفع لعند السقف. رح ننزل بالايد اللي موجوده عند الارض لعند الركبة أو لكعب الإجر، شوي شوي ننزل لتحت وشوي شوي نطلع لفوق. بدي إياكم كل مرة تحاولوا تستعملوا عضلات خصركم. كمان مرة، شوي شوي ننزل لتحت، شوي شوي نطلع لفوق. حاولوا تقربوا إيدكم من عند الأرض قد ما بتقدروا. هلا إيد المرفوعة رح تضلها باتجاه السقف، ما رح نرفعها على آخر. وما رح تنزل معنا لتحت. آخر وحدة. هلا بدي اياكم تعملوا نفس الحركة بس أسرع. إذا حاسين الوزن تقيل أو مش مريح لإلكم، بتقدروا تحطوه على جنب، تعملوا نفس التمرين بدونه، رح تحسوا بنفس النتيجة. الضغط كله رح يكون بالخصر اللي مدفوع لفوق. كمان ثمانية. رح نعمل كمان أربعة هون، أربعة. ثلاثة، اثنين، وعلى آخر وحدة خليكم أقصى إشي لتحت، وخليكم قد ما بتقدروا قريب على الأرض. خلوا الصدر مفتوح. بدياكم ديروا بالكم ما تخلوا الظهر يفلت. أربعة، ثلاثة، اثنين، شوي شوي نطلع لفوق. رح نقلب على الجهة الثانية. أصابع الإجرين بس شوي للجنب لعند الزاوية، والإيد الثانية فوق راسنا. حاولوا تقربوا الايد اللي على الارض قد ما بتقدروا على جسمكم، شوي شوي رح ننزل لتحت وشوي شوي نطلع لفوق. كمان مرة لتحت ولفوق. الايد ممدودة، ما تاخذوها معكم، بعيدة عن راسنا. واخر وحدة هون. رح نعمل نفس الحركة بس اسرع، لتحت لفوق. كمان اربع مرات. ورجوني كمان مرة، بدنا نعمل نفس التكرار على اليمين اللي عملناه على الشمال. آخر أربعة. رح نضلنا لتحت، خليكم هون قد ما بتقدروا قريب على الأرض. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. نريح ايدينا ورح نحط الاوزان تاعونا قدامنا قدام اجرينا. هلا بظهر مستقيم بدياكم تنزلوا لتحت. نفس الاشي اللي عملناه بدون وزن باول تماريننا رح نرجع نعمله بوزن هاي المدى. ننزل لقدام والصدر مفتوح دايما. كمان اثنين. واخر وحدة. هلا رح نعمل نفس الحركة بس ابطأ شوي. ننزل لتحت. ثلاثة، اثنين، نطلع لفوق سريع. ثلاثة، اثنين، واحد، ونطلع لفوق. هلا أهم إشي ما بدي الكتاف ينزلوا لتحت أو يطلعوا لقدام وإحنا نازلين. كمان اثنين زي هدول. وآخر وحدة. هلا رح نضيف عليها حركة جديدة، ننزل لعند الركب ونرجع نطلع بس وحدة. هلا بهاي الحركة بدي كواعكم يكونوا لورا. نحاول نسكر المسافة بين كتافنا، وطول الوقت رح نتنفس. كمان اثنين. واخر وحدة. هاي المرة خليكم لتحت، ورجوني ثلاث مرات رح نرفع الكوع لفوق. اثنين، اخر وحدة. هلا حاولوا تشدوني معدتكم لجوا قد ما بتقدروا. اثنين، واحد، نرجع نطلع لفوق. ورجوني كمان مرة نفس الحركة. ثلاثة، اثنين، واحد، ونطلع لفوق كمان مرة.
هلا هاي المره خليكم لتحت وجوني 7 مرات نفس التمرين. 7 6 5 4 3 2 ونطلع لفوق. رح نعيدها كمان مره، ننزل لتحت. 7 6 5 كل مره بيطلعوا كوعنا لفوق رح نطلع النفس لبرا. اخر مره ونريح. هلا ممكن تستعملوا الوزنين او وحده او بدون وزن. نقلب حالنا للجنب وريحوا كوعكم على الاجر الاماميه، تاكدوا تكونوا مرتاحين بهاي الوضعيه. هلا ايدنا رح تبلش تحت ونرفعها لفوق شوي شوي، نطلع لفوق. هلا بدي اياكم تحاولوا تتخيلوا حدا حاطط اصبعه بين كتافكم، وكل مره بدكم تحاولوا تسكروا كتافكم على اصبعه. نفس الحركه بس اسرع لفوق ولتحت. خلوا كوعكم قريب على جسمكم. رح نعمل كمان 8 هون، 8 واخر 4 4 3 2. خلي كوعكم مرفوع من هون، رح نطلع 2 سنتي لفوق. ما تنزلوا كوعكم لتحت، بس حاولوا ترفعوا لفوق قد ما بتقدروا. 4 3 2. اوكي رح نبدل على الجهه الثانيه نفس الشيء. نريح كوعنا على اجرنا الاماميه وشوي شوي رح نطلع لفوق. تاكدوا معدتكم تكون مشدوده لجوا. هلا اذا حابين تشغلوا عضلات الاجرين اكثر، ارفعوا الكعب الخلفي عن الارض وحاولوا تنزلوا تحت، تقربوا حالكم على الارض اكثر. شوي شوي نطلع لفوق، شوي شوي ننزل لتحت، شوي شوي. اخر وحده رح نعمل نفس هذا التمرين بس اسرع، نطلع لفوق ننزل لتحت. هلا عضلات الظهر العلوية مهمة للاستقامة، للصدر يضل مفتوح والظهر مرفوع. كمان 8 هون واخر 4 من هذا التمرين. 4 3 2. خلي كوعكم مرفوع 2 سنتي لفوق. اخر 8 4 3 2 1. شوي شوي نريح. هلا رح ننزل للارض، تاكدوا يكون عندكم ارضيه مريحه تريحوا ركبتكم عليها. رح يكون في عندنا ركبه على الارض والاجر الثانيه للامام. نزلوا صدركم قد ما بتقدروا لقدام، وباستعمال الاوزان تاعونكم او بدونهم انتم اختاروا ايش اللي بناسبكم. رح نطلع لفوق، بدي اياكم تطلعوا اول شيء بالاصبع الصغير. نطلع لفوق شوي شوي. هلا بهذا التمرين اذا بلشتوا تحسوا صدركم عم بيحاول يرتفع عن اجركم، اعملوا التمرين بدون وزن. نزلنا حيضل للارض عشان يضل ظهرنا بخط مستقيم واحد. كمان 2 زي هدول. شوي شوي نطلع وننزل. هلا هاي المره رح نضلنا بالنص. آخر 4 4 3 2 ونريح. بس الأكمل ثانية نبدل على الإجر الثانية ونفس الإشي، ننزل صدرنا لقدام قد ما بنقدر. هلأ هاي المرة رح نرسم 90 درجة بإيدنا من فوق ومن تحت، والكوع رح يطلعوا للجنب. ما تقربوهم على جسمكم، بالعكس بعدوهم قد ما بتقدروا. 4 3 2. رح نضلنا أكثر إشي لفوق. آخر 8 هون. 8 4 3 2. شوي شوي نريح. هلا بدي إياكم تقعدوا على الأرض أو على فرشتكم، وأهم شي تكونوا مرتاحين هون. إذا حابين تضيفوا شوي تشالنج أكبر، تحدوا حالكم أكثر، خلوا الوزن بايدكم وقربوه على صدركم قد ما بتقدروا. رح نقرب ظهرنا على الارض. خذوا نظركم معكم من اليمين للشمال.
خلوا اجريكم ثابتين على الارض، معدتكم مشدوده لجوا. 4 3 2، احنا من نفس التمرين بس نفرد ايدينا قدامنا بخط مستقيم واحد. يلا نرجع لورا شوي شوي، نحاول نلمس ايدينا للجنب ونرجع نطلع لفوق، والجهه الثانيه كمان مره من النص للجنب. نفس الاشي، حاولوا تقربوا ظهركم على الارض قد ما بتقدروا. كمان اكمل مرة. واخر مرتين هون. احنا من نفس التمرين بس اسرع. حاولوا تلمسوا الارض كل مرة. إذا ما قدرتوا معناته بدنا ننزل ظهرنا لتحت أكثر. هلا مشان ظهرنا مرفوع عن الأرض بدنا نضطر نشد معدتنا لجوا مشان ما يصير في عنا أي وجع ظهرنا من تحت. آخر 8 هون. أربعة 3 2، واخر وحده. حنحط الوزن على جنب، نحط ايدينا ورا ظهرنا. هلا بدي ايانا نبلش بالخيار الاسهل، واذا بتحسوا حالكم مرتاحين بهاي الوضعيه خليكم فيها. رح نرفع ركبه لفوق ونقرب ركبتنا على صدرنا. هلا كل مره ركبتنا بتلمس صدرنا رح نطلع النفس لبرا. اتاكدوا تستعملوا ظهركم. آخر 4 2، وآخر وحدة. رح نرفع هاي المرة الإجرتين عن الأرض. إذا مش مرتاحين هون، حسيتوا بأي وجع، رجعوا نزلوا إجريكم على الأرض وخذوا الخيار الأسهل. هلا رح ناخذ ركبتنا لعند صدرنا. نفس الإشي 2 سنتي، الحركة صغيرة. رح نعملها كمان 8 مرات. آخر 4 4 3 2، وآخر وحدة. نريح، رح ننزل حالنا على الأرض شوي شوي. انزلوا على الأرض، حطوا لي إيديكم ورا راسكم، حاولوا تنزلوا كل وزن راسكم على إيديكم، ورح نفتح كوعنا على الآخر للجنب. هلأ بدي إياكم تخلوا نظركم على ركبكم. رح نطلع وننزل، وكل مرة طلعوا النفس لبرا لما تطلعوا لفوق. آخر 4 هون. 3 2، أوكي. الركبة اليمين للشمال. هلأ ما تنسوا عم نرفع الأكتاف لفوق كل مرة. هلا شوي شوي رح نطلع لفوق ونعمل بلانك. ايدينا تحت كتافنا بخط مستقيم واحد، وجسمنا بخط مستقيم واحد. هلا رح ارجع لورا عند سعد. بدي منكم اكمل شغله. اول اشي بدي اياكم تتاكدوا ايديكم تحت كتافكم بخط واحد، وشوي متنين، ما تسكروا الكوع على الاخر. ثاني اشي، الحوض مقلوب والمعده مشدوده لجوا. رح نضلنا هون كمان 4 ثواني. 3 2، وشوي شوي نريح لورا. جود، ارتاحوا. هيك بنكون اليوم اشتغلنا على كل العضلات المركزية اللي موجودة بالجسم. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا. نشوفكم بكرة مع حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. باي باي.